مساء الخير، مساء الحب على كل من يشاهد ويتابعنا في حلقة جديدة من برنامج شو تحب. ضيفنا اليوم نجم وشاعر وفنان، قدم أعمال جميلة كوميدية كل عراقيين يحبوه وكل احنا جمهوره ونتشرف به. راح نتعرف عليه لكن بعد ما يملي الاستمارة مثل ما تعرفون بكل حلقة من حلقات البرنامج. فسيتفضل استاذنا وحبيبنا، حياك الله. ضيفنا وضيفكم حبيبنا واخونا ونجمنا اللي نفخر به وكل احنا نحبه، الشاعر رحيم مطشر ابو سجاد. حياك الله ونرحب بك اجمل ترحيب. والجمهور من البدايه تعرفته من صوته، لان صوته مميز واشياء مميزه وكل احنا نحبه ونفخر به. الله يسلمك حبيبي الغالي، اتشرف انا ان اكون وياك. حبيبي الاسم الثلاثي واللقب رحيم مطشر بطل. بطل هو كانوا يسمونه على قبل الحسد على اساس هو وحيد بطل. بطل هم 10 مسمينه بطل. بطل اي بطل. بطل 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 اي قوي اي قوي. اربعه ما يقدروا الا يقول لك بذاك الوقت يقول لك يوقف على شفت النهار 50 ما يدفعوا. ها حلانه مال تمر وكل ما انت وخطي اليوم بيوم. والله ياكل حلانه تمر. حلانه تمر قبل هو الحلانه لا وقبل يقول له طلي وخاله بجدر ذوق فعدين لقوا بس العظام والمي اكاله. لان احنا لنا فلافل ما نقدر نخلصها. لا لا ياكلون لان قبل يحرثون ويطلع للزرع واللي يسبح وهذا فيسحق سعرات. مو هسه احنا منا اللي جايب السياره منا يعني انا قبل عبريه صحيح. وخير من الله هسه بس جت سياره عبريه وخير من الله. اي عبريه منا وتنزل وقاضيه قحف. اي مش قحف اي قحف قحف عليك وعلى مطشر. بطل الحميداوي. اي حميداوي احنا للجنوب للمجر احنا اصلنا. المجر والنعم والنعم. الله يسلمك. التولد يوم شهر سنه لا تعليق، مسقط راسك مدينه الصدر، مدينه الابطال ومدينتنا الحبيبه مدينه المبدعين. اي صدق والله. اي والله كل مدن جميله وهاي، لكن مدينه الصدر خصوصيتها شخصيه اثرت فيها ابو جعفر اهم جزء مسيرته كفف واحد ولاد السجاد. حلو. اي توقيع وقع مكانك ترى هذا وقع يعني هذا سند راح اديره باسمك. اي شوف ولا تبين مال وزير بس الفوق. ايه والله نفسه. شرفنا بك استاذ رحيم حبيبي الغالي. الله يسلمك. هاي فقره الاستماره خلصت، عندنا فقره شو تحب لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم وجد الترحيب بنجمنا وحبيبنا رحيم طشر حبيبي سجاد. الله يسلمك. الله يعزك في دول عمرك. هسه فقره شو تحب؟ كيفك؟ ها؟ شو تحب؟ الزوراء ولا الجويه؟ والله انا كنت الزوراء. اي بعدين ملت الجويه هم احبهم يعني اثنين ما احبهم. خوش. اي بس من نجمت وهاي الزوراء والجويه؟ لا الزوراء هي بعد احنا عشق طفولتنا. جورا لا الزاوية الجوية هم تخبر. ايه تحياتنا الى كل. تحب تسمع الكاظم القاطع لو العريان السيد خلف؟ والله اثنينهم بس احنا الاقرب. الاقرب كاظم اسماعيل قاطع لين يكتب سهل ممتنع. سهل ممتنع وغزارة عنده. ايه صح غزارة. اثنينهم نفرح مع روحهم. اثنينهم كبار اسماء يعني هم اثنينهم ان شاء الله. فقرة شو تحب؟ هاي اظرف زين. اختار لك ظرف منهن وتعطيني البي. اختار الاخضر. تحب الاخضر؟ احموت على بعد الاخضر. ايه الماء والخضراء بس وجهك نقص. نقص بوتوكس على وجهك. ايوه على والله بيك بوتوكس. والله بيك فيلر. السؤال الاول، انت شاعر هزلي وممثل كوميدي، شو تحب من هاي الشخصيتين؟ يعني انا صانع نكته احب المحتوى مالي نكته
بعدين يجي الهزل او الممثل، يعني الممثل ما واصلين لدرجه الناس تقول لك انت خوش ممثل او غش، بس انت منكد جيد يعني على طول على الاسلوب مالك والاسترخاء وعلى الفطره. اردك تنكتهم وتنكت. انكتهم؟ ادري بيك. شلون؟ نكت اخذ فليساتهم. نكتهم نكت. قبل هاي. السؤال الثاني، البعض يقول رحيم يعتمد على النكت فقط، شو تحب تغير هاي الصفه لو متمسك بيها؟ يعني شنو نعتمد على النكت فقط؟ انت اذا يدعونك باحتفاليه علي من هم داعينك، هم داعينك على مود الابتسامه والنكته. صح. والبذيه هاي الكوميديه هاي اللي سويتها استحدثت هذا، يعني ما اقدر استغنى عنهن، النكته اهم اي شيء. تحاول تجدد هاي التفاصيل؟ جددها بالتمثيل او ارتجال او هذا، بس حلو. احنا يعني سوالف بدون هسه، احنا انت اذا معي انا ارتجل على البديهيه. ايه فانت بس محببه للناس، ماكو واحد. زين اكو موقف سولفوا لي بيه، قالوا رايحين راح يطشر وفنانين وهاي رئيس الوزراء المالكي. فمسولف له نكته ضاحك كلش، ضاحك من كل قلبه. وراها بزمن العبادي هم رحتوا رئيس وزراء، فالعبادة كل ما سولف النكتة وقاطعك. فعلا تحذف فرق العالم. ظلت الموقف. هي نكتة مال بستة كانون. نكتة مال جاهل اللي وديته على الصمون الصبح. قلت له جيب لي بلف صمون، قال انا هم اريد بلف. قلت له جيب لي بلف ولك بلف. جاب لي بلف ولا بلف مالتي، البلف صمونات ما كل قعومه مالتي. قلت له ليش ما كل قعومه؟ قال مخاف يختلطن ويا مالتي. فهاي النكته اللي قالها وسولفها. المهم بعد ما مخلص النكته قال فعلا تحدث برق العوائل. فانا بعد اروح كملها سوالف بعد وين النهايه. يقول قال راح يمطشر، قال لي السيد العبادي تحب احكي لك على الساحل الليل؟ لا لا هي يعني مو يعني باله مو يمها، انتم مشاعر غير هذا، بس الباقي لا يحبون. يحبون الحمد لله نعمه. لا صدق نعمه. يكرموكم من تروحون هاي الشخصيات السياسيه؟ لا يكتلوننا على الطوله، شلون ما يكرمونا؟ مثلا اكو واحد يدعي اسمه ما يطيق. احنا ما نقدر نقول، بس اكو بيهم يعني الليفل اقوى شيء. ها؟ لا ما نقدر، هاي بالارزاق ما نحكي، كلهم كل من جاهز نفسي بالجيش الارزاق. اي الارزاق بيد الله بيد الله. لا لا ما تقدر تقول هذا وهاك، بس هم كلهم. ايه اي بس انت هم تقدم له فد شيء. انت شلون تطلع الخشنات؟ اقول لك هم تقدم له فد شيء. انا اجيب لي واحد يضحكني يحكي لي جدد نكت، انا الطواق. اي صدق. اي والله وعلى صدق. بس كنت جديد هسه النكت بالروح تحكيها من الناس، ثاني يوم تلقاها بالجو. بعد ماتت راحت المونه مالت. صح. إيه. الحمد لله احنا لا راكو ابديت ابديت ابديت. انا ابديت؟ والله انت ابديت. انت ابديت. وين وشك انت؟ لا ابديت شوي ما تحديث يعني. اي شلون؟ اي شلون؟ ابديت. والله بقصدك اللي ابديت. اي انا عبالي تغلط علي. لا شلون؟ انت حبيبنا واخونا استاذ. الله يسلمك حبيبي. في المناسبات الدينيه تكون خادم للزوار، زوار الامام حسين وكل الائمه عليهم السلام، شو تحب تحديدا من هاي الخدمه والشعار؟ يعني هاي هي يعني ايش اقول عليها، اسعد ايام العمر. الله. من تخدم الناس وتشوفهم هاي، واحنا هاي شعر هذا اسعد ايام العمر من تخدم الزوار. الله. اي حلو تصير بعد تصير يدخل. فالمهم تحس بلذه او فتشي انت مقدمه يعني ما إلي مثيل، وهي هاي طيبة العراقيين موجودة. أنا شفت سافرت الكل يعني أغلب الدول، يعني أكو دول هسه هنا رحنا لها ذاك اليوم قبل ما أقول لك، خيارة ما يجيب هاي الزلاطة. أنت المي مشترى، إحنا نجيب لك المي والمقبلات. لا هسه أبسط شيء، هاي الوكالات العالمية مال الأكل وغيرها، مثلا تشتري منه وجبة طعام، مثلا تقول له شو ما هو صمون، يقول لك تشتري الصمون. وصمون شنو؟ كان كيك هذا مو طيب. ما عندنا مشتري. احنا بالعراق هسه حتى هاي الوكالات اللي عندنا بالعراق نفسها تقول له ريصمون وثوميه يحط لك يكون. العراقي يدين كريم حد هاي الكرم. هاي ما كل دول العربيه كرم، لكن العراق لا العراق فتشي. اي شفناها احنا شفناها. احكي لنا هذا الشايب عندك موكب وجا نبت لك رمح يريد له لحمه. لا هي طيته. قال بدل المعون قديش؟ شنو طلع مو على قدك؟ ما تبدل هيك مو هاي مال. لا لا احنا ما نقدر هيك، بس اكو بيهم دول مثلا ذاك اليوم صاعدين نصعد محافظاتنا وبتروح بالجمسي. فواحد بس يسال اجى من هناك بيش الكاروه؟ زين امشي على كيفه يحكي اخر شيء لقانا ضباب. الجو انكشف الجو لقانا ضباب. قال شنو هذا؟ قلت له حجم شو اسمه والله؟ قلت له فورين شلغم حجي غير ضباب، جات مطبينا بالنص. قال شنو هاي بعد عنهم؟ قلت له اي
يعني فورين قبل اللي يفور شلغم يصير قبل والنوب ايش قد ساعتين يلا يكمل شلغم وصيج قبل صيج واستريح جاء واحد ذاك اليوم ضاع موبايل صديقي عاد بخمسة وراه خابر واحد قال له انا رايع لقيت الموبايل مالك قال له شو تريد قال له الا بشده يلا فك شنو قال له خاطف ابوي ابوي اخوي مخطوف غير هو بخمسة اوراق قال له فك الا بشده اي بشده شنو الموبايل ليش قال عاد خاطف ابوي اخوي بعد يا رب ضحك خير ان شاء الله لا الحمد لله يا رب ان شاء الله ضحك خير يلا هاي تسوي ابوك وين اخوك وين تبكي صدق ما تبكي بس بدأ شال عاد قلبنا برمضان هسه الضربات الهاجره شنو الضربات صرفت العظم من الخوف اي انا لو ادري كان سلاحي مو ظل ارمي عاشتين لك انت احكي لي وانا جيت خايف هسه اي لا لا لو ما حلفتك لا مو مقلب لا حلفتك قلت هسه راح يطلع النواعي بس لا يطلع النواعي لا والله لا لا والله ما وانا شابع قمزات لا والله بس يا حلو كان قمزه بالدخل صدق الرعبت من ذيك اليوم انا بوقتها من خلاص الحلقه وهاي فتعرف كل فنان له اجوره وضيوفه تقديرا له قال هاي ذبن على الضغط على السكر على على العمليه لا لا الحمد لله والشكر لا الحمد لله بس انا من جيت قلت خاف بس لا بس لا لا ماكش يلا ايش من سمعت فاضل البغدادي شنو هذا الموضوع حتى يم بيت الله يحلفونكم كنت بيت الله والله هناك تدري لو ما تدري لو يعني هذا الموضوع الجمهور قلت له هسه هناك اي قلت له عمي يعني ما هسه احنا نضل نحلف حتى انسطرنا من الحلف اي صدق احنا العليا انا ما ادري غيري ما يدري ذاك بيهم يجوز قالوا له المصور يعني رسلان ما يقول له شلون برنامج يقول له انا بصدق زيارة موسى بن جعفر أسد بغداد عليه السلام وجاي أزوره من الشباك وشايب تعرف الشايب ما يسأل هاي الأسئلة هاي الشباب يسألوها عليك هذا بطلبه شنو قلت له مثلا اسمع والغبر جاي للهم لولا قلت له حجي ست ايش تستفاد يعني قلت له حجي بس أسألك سؤال هذا حكي بالليل كلش بالليل فارغ يعني الإمام سلام الله عليه ويوم مو زيارة وهاي قلت له انت كنت نايب ضابط اسالك سؤال انت كنت نايب ضابط تحياتنا طبعا انه نايب ضباط لا كوبي يقول لي عجبني بس من طب الحشد ايه مال شلون الحمزه مال فيلم الرساله ايه كلها تعاين علي ايه طب هي ايه الاخير هاي القفله هاي القفله هاي هم نعمه هاي صدق نعمه كان ايه ابنه ويا ابنه يعني يجوز بعمرك اكبر لانه هو شايب قلت له ابوك انت كنت نايب ضابط بشبابك باوع نوب رادوا يعاركوني يم الامام هسه كذبوك مصيبه يحلفون ويسوون كذبوك لا تي يا علي إذا عرضت عليك شخصية كوميدية وشخصية جادة شو تحب تمثل بيناتهم؟ بعد لونك الكوميدي بعد تلعب بيه لعب البعض يقول إنه عطائك قل بسبب الحزن على وفاة نجمنا وحبيبنا اللي خسرناه كل إحنا اللي كان راسم الابتسام على وجوهنا وجه كل العراقيين رياض الوادي ألف رحمة على روحه ألف رحمة على روحه ونقرأ له الفاتحة قبل ما تجاوب الله يسلمك خويا فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صلى على محمد وعلى محمد طبعا خساره كبيره هو ظلك واخوك وايش قد ما تسوي هو مكانه فارغ وانا عمرت له بالاسم ونشرته وحتى الله يعني بالاسم لانه كان منيته الروحانيه اسويه العمره او هاي بس هو كان قال خاف يكذبني خساره هو لان هو تدري شلون حارب داعش ولا الاسماء كذا المهم فرياض خساره كبيره وما ناسينا احنا بالدعاء اي والله يعني والدعاء ايش قد ما ما حد ياخذ مكانه صح مكانه ظل فارغ والله بس صحيح. الحمد لله بس انت وراها استمريت انت وابو ياسين نجمنا ايضا بعد ابو ياسين حبيبنا اي لا ابو ياسين بعد هو غدوتنا واخونا اي صدق والله ابو ياسين فتشي طيب القلب فاكه اي صدق والله متواضع الى ابعد الحد صح صح يعني ما مصدق بالقضيه لا لا اي صح شلون ما مصدق اكو يصدقون لا متواضع ايه هو اصلا يعني يحب الجاهل ويحب الناس يحب فاجتماعي فول ابو ياسين صح اللي يشوفه يتاثر به يعني يمتاز به نمشي ماجد والله صحيح انتم كلكم مبخره استاذ رحيم الحمد لله والشكر انتم اخوتنا وحبايبنا الله يسلمك اذا لم تحصل على اي شهاده شو تحب تكون عندك شهاده وباي اختصاص لا انا عندي شهاده شهاده السادس عندي يعني سادس اعدادي اي نعم من الله يعني كمل شهاده بكالوريوس كمل واندعمت انا كملت واندعمت عفتها بعد طلعت هذا اعدادي زين كملت لا الحمد لله والشكر شو تريد تكون يعني الشهاده اي يعني اكو اختصاص اختصاص مهندس محامي مهندس وين تخرب المعمار كلها يا ليه؟ لازم نحشش علي على هذا لا هي محامي يعني المحامي لازم لسان انا اكون قاضي اول قرار تتخذه ذا قاضي
يعني المتهم يموت من الضحك ومن الاعدام. اقول له نصايح ليش سويت هيك؟ ابوك زين يعني انت اقضي عتب على عمي وش ما كنت تحكم بالعدل. لا ما يرد بس القاضي حلو يعني كشخصيه هم يجون وده جاكوت خشب ويحلفون يحلفون ويكذبوا انه بشوف شلون المدعي لازم يرد لك فراسه شلون جاسم الاسود هذا من المحيبس ابو المحيبس تخيل احنا 600 رحنا لهم لعبنا الكاظميه والمدينه قال انت ظل بس اضحك كل ساعه اضحك وقال خلوا بيد المحبس اول منها قال ورطاك قال اعطيني اعطيت له بس خلوه الملامح مال وش راحت شنو شعرف احنا 400 اجى علي المقروط بعد ما شلت محبس ويا جاسم الاسود ومسخم لا تحياتنا له تحياتنا له جاسم لا لا اكيد هي لعبه شعبيه لا فراسه تضحكها بس خلوا بيدك تغير وجهك وهاي حتى بالجيش يقول لك اللي يضيع بندقيه ويقول بعتها يجيبون للجنود يباع بيهم كلمة هذا اوف ها بعدين يطلع من هاي الفراسه اللي قلت لك هذا شوف لك فراسه من وقت تخلصت فراسه عدي ايش عجب اكل فراسه استاذ رحيم ما سبب عندما تسافر تعاني من مرض هومسك الحنين الى الوطن شو تحب الوطن وعائلتك الهومسك عد فول واحد يعني على واحد حياتي ما شايف هسه ما اخرش قال يا رحيم انت غريم بيت الله يعني هاي انشرح صدرك فتشي اجواء رهيبه بس سوى اليومين ما اقدر اطب للفندق انا اطب للغرفه اضوج من الشيء مغلق وظليت الثلاثه للاربعه برا اخر شيء نزلولي قال زين نام برا وياك هم قل لنا فيومين ثلاثه يلا يلا استقريت لو اكو عندي 20 يوم تعطلنا مال جو احنا القمه مؤتمر القمه ظلينا بلبنان فياخذوني بال اكو شو اسمه هذا النفق كرك ما صمم النفق بالنفق طالب موحان و ولا مالك وحميد فاخر بس يلا صيح حتى تفا هاي سوالف النهايه قالوا تفتح تضغب لا بلبنان طلعت من الشرفه الناس واقفين سجاد سجاد شرفة. يعني ايش تسميها البلكونه صح السجاد كلهم باواوا علي بدلت شنو سجاد سجاد ماكو سجاد وياهم صاحب راس اللي انا جاني يعني جاني على كبر الله ان شاء الله انا طقيت على كبر حسن حسني صدق طقيت على كبر ان شاء الله الله يحفظك الله يسلمك حبيبي الغالي كنت تعمل مصلح تليفونات شو تحب مهنتك السابقه ولا الحاليه شلون ذيك قوه تحصل لك 5-7.5 7000 بس يما يا 7 و200 الاي سي والهاي الاي سي شايب جاني عمره 70 سنه الاندجريت قلت له حج ايش فحصته الاندجريت انتجريت محترق الاندجريت البدله لك قال بيش قلت له ب 5000 باوع قال اقول لها لي قلت له يا وجدك جا ماجوج كان انت تقول لها لك عمرك 70 يا اهلك اي والله العظيم اهلك ياهم غير تقول موت من الضحك يا جوج هسه تليفونك اللي يعطل توديه مو هذا اللي تسوينه لا ذني ما تعرف فار ولا هذا فار هذا وين الكترون اي الكتروني هذا ذكرتنا على هذا التليفون اللي سولفناه هذا الباقوع ببالي يا هذا قال بشده هاي اي هواي مواقف صار بك سولفنا من هالمواقف مواقف هواي مره واحد صديقنا اسمه قاسم اي شفته وين بسليماني انا رحت اراجع كان عند واحد اخوي من هناك مخفينه فبسليمانية بالسوق مال سليمانية شفت واحد قاسم نسميه قاسم مو بصوفه كان فرار وهاي يبيع شعر كثيف يبيع لا بصوفه عسل طبيعي يبيع وسروال وهذا عسل طبيعي عسل طبيعي قلت ها قاسم شلونك هلو قال يا قاسم بابا انا كردي عسل 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 افتريت رحت له منه قاسم عم قاسم قاسم فيك انت يلا وخر منه كردي يحكي عسل طبيعي لك هذا قاسم عم انت قاسم وشه وشعره وطوله معك رحت اللي واقف اجت شلبت له لان بس هو عارفه والله جت هاي لمن مالهم مال الاقتصاد ما شنو وياخذون لك قاسم يخلونه بن مشبكه هاي سياره قال رحيم بعد اخوك قل له قلت له ما اقلهم صار ساعه قل له قاسم تقول له قال بعد اخوك كلهم تسجل بس هاي قال لي بيه فما قلت له ما قلت لهم واليوم قاسم مسجون والله العظيم ما قلت لهم صار ساعه دخل علي عباله شو زين بلمن راح اخذك قال بعد اخوك كلهم ومثل هذا ابو زرقاني يا ماما واحد انت كسل وانا عندي سوالف
يصير سالف سالف والله هذا مزرق على اليمام سالف صاحبنا اجى من الاردن جايبين لنا احنا كل من صندوق بيبسي وما ادري شنو يسولف على نعمه البصر انتم ما حد يشوف هيك قليل عم يسووا هاي النعمه مال البصر سووها بالاردن سويتها هسه يسمونه بالاردن زرقاء اليمامة انا اشوف مكيف صقر هالصقر انا انت هسه من اللي جات واحد انا صقر لان سويته مو مثل كم على الفلوس خمسه ولبوك سووا لاخوك المهم يحكي انا دق عليه التليفون قال ما يشوفون هذه هالدق عليه قلت له والله زرقاء اليمامة صار ساعه زرقاء اليمامة خاف حسيت يومك لا هو تمامه بعدين بنشوف الطمام زينه الطمام السؤال التاسع ترفض الاعمال اللي تنتقد اداء الحكومه تحب الحكومه وما تريد تزعل شخصيات محدده لو انت ما تريد تدخل بمشاكل واشكالات لا ما اريد ندخل مشاكل يعني ماجد ياسين اجى عمل وبفلوس خير من الله بس لان استهزاء باحد الرئاسات وهذا ما قبل فاحنا ما نقبل ليش مسالمين لا مسالمين ليش تحب الكل وحظى بالكل وعلي من تنتقد الثاني يوم يبدلونه غير شفه ما الا سياسي انت مجالك هاي الاعمال ولا صح الكتاب الهواي شخصيات سياسيه علاقتكم بها قويه وترحوا لهم هاي التفاصيل تعرفهم انت؟ ها؟ تعرفهم؟ طبعا ايش عاد ما تروح لهم؟ انا نروحهم انتخابات انا ما اروح اقول لك شيء؟ اللي دز علينا عسى ما شاب صغير حتى اذا مو سياسي او هاي يعزمني او هاي اروح نقدر اي واحد تروح له مو انه سياسي وهاي لكن هو كعراقي منك هو عراقي اكو شخصيات تستحق انه اذا يدعوك تزورهم لا ونحكي لهم المعانات اللي عندنا موجوده شنو المعانات فلان شيء عندنا الشوارع ليش مثل على التبليط نحكي لهم على الكهرباء نحكي لهم احنا نحكي لهم هم وجهه نظرنا حتى لانه ما ينزل للشارع يوميا فاحنا من ننزل للشارع نحاكي وهم اضافه الى هم انت راحه نفسيه الى الموجودين كلهم فكل الفنانين والرياضيين يروحون اذا يردون عليهم ما حد يقدر يرفض لان هي دعوه عامه مو تقول اي قلت لك ان عراقي داعيك مو انه سياسي بالاضافه الى هم يعني ناس كرماء واذا يعطيك اياها بظرف بعد انت ايش تكره منها؟ لا انت هم صاحب عائله وصاحب ناشفات مو؟ ناشفات خطير تبضن القلب شلون؟ اي صدق واذا ورق بعد اذا قليلات ببينات بس اذا نظت خمسات اي خمسات تدربي انا ما السوداء هاي شو تهمت بس تطلع حتى تفك هذا بس انا منها اوكي يحسبونهم بالمغاس يا ابو قليله ولك شنو بايع مجمده قلت له انت ايش عليك؟ اكو دعار عليهم قليله هذا مزور ولك شو عليك؟ تعال اطلع اكو فيهم يطلع له رحيم هذا ملزوق ادري سايق تريلا قلت له ايش عليك؟ خذ وامشي بعد يا جبين لهم ما قايلنا ايش قد نعطيكم انت وحظك صدق انت وحظك اي صدق طبعا هسه هاي الفقره خلصت عندنا فقره شنو رايك؟ بكت جديه ما اموت فاصل ومكملين من جديد نرحب بكم وبضيفنا رحيم مطشر استاذ رحيم هسه عندنا فقره شنو رايك نستعرض لك صور وانت مخير بالاجابه والشيء اللي ما يعجبك قول لا تعليق عدل يلا العلم العراقي انا بعد يمثل العراق وتراب العراق وكل شيء بالعراق هو بعد هو علمنا يمثلنا يعني احنا صح صح المرحوم رياض الوادي انا افرح معه حاضر في القلوب يعني فشي شيء طاح من عندك انهدمت نص وظل النص باقي يعني محبته وجوده ما لها مثيل وما انسى مدى الحياه الله يرحمه الامام السيستاني بعد ابونا الروحي وخيمه العراق وهو هم البركه العلماء يعني العلماء بعد شو تقول عليهم هم فهو لما وقف العراق عنده وكنا فدوة لهم كلهم شو اقول لك لما بعد صدام هو مات بعد ما نقدر نقول عليه بس هو اللي خلى هاي كل هاي المآسي والشغلات كلها سببها صدام راح يمطشر شو تقول له؟ والله ولد عدل تجف اباوي عليه شنو ما ادري بعد هاي الصورة من اللي قفتوها؟
شلون؟ يعني ان شاء الله هي هدف اسعاد الناس وهاي الابتسامه الناس كل ما تشوف تقول لي انت هاي البلوز محتفظ بيه هسه؟ موجود اه يعني راح اسوي اثنين من عندنا موجود اذا باك صاعد السوق اها يجي مال مخاد صدق بالازرق اخذته اي لا بالازرق بالشتاء يعني الشتاء الاحتلال هاي الام العراقيه تقدر تقول عليها هي وهالاحتلال رجعانا قرن يعني هاي الصوره اذا هي اول ايام احنا كنا فرحنا وعن بالنا صار تغيير فاحنا ما عندنا بعد فرحه بعد 2003 شو تقول عليها ما ادري تعبت موت خصة فقرة شو رأيك هسه عندنا فقرة انجح واربح لكن بعد الفاصل هسه وصلنا إلى فقرة انجح واربح قبل فقرة انجح واربح قصيدة تحبها تسمعها بها حكمة تحسها لكل زمن والله كل قصائد الشعرانة اللي إيه؟ توفوا والموجودين كلهم إيه؟ يعني بها موهبة بس ألف رحمة على روحها عن الفريداوي الله على روحها الحرامينة قبل من كان يقراها يعني شيء هسه يقصد بها هاي شلون البرلمان وغيره كل زمان حرامينة قبل مو مثل اللي يبوقون والغيرة قبل حتى بحرامينة إيه؟ أخذ لك مرة واحد راد مرة يبوق لأن ضاقت لأن جاعت عياله وضاقت بعينه طب البيت عالم كله خير البيت ومحمل ذهب حتى بحياطينه صدفه وشال شاف خبزه وشالها من القاع عض منها واكلها وصفك كفينه ايه انا غلام ابوي شلون ابوق البيت وانا الزاد ضقته وشانت بعينه حتى الحرام عنده غيره حتى الحرام يبوقوا هسه مو حرام يبلطك بلط لا لا الرحمه والخلود لعلي الفريداوي ونقرا له ايضا الفاتحه وكل من يشاهدنا يقرا له الفاتحه هذا الشاعر الطيب اللي كان يحس بمعاناه الناس بضليت نخاف بضليت بس انت بضليت عزيز اي لاقين بيش تطلبنا واحنا طيور الحب بساعة يموت يعني بس تسمع منفوس شاعر والهذا بس تقول علي هاي شلون غزالة غزلوتشي صير هنا وتطير اي بسرعة يموت شين طير الحب اي منفوسين ايه ونظروا عليك وهذا صح ايه والله صحيح اي والله يعني النفس يموت تؤمن بالحسد اه شلون اه تؤمن بالحسد اه والله يصدق عيون الناس هي بعد تحسد كل حبيبي ايوه هذا أيه. البهجه هذا هذا انا اوقف ها الهاشمي ما ادري هسه احكي لنا نكات حصريه موقف صارت ياك بالعمره اشياء لا بالعمره بالعمره ماكو قالك مخابرك هاي مال العمره مال العمره والله مال العمره سولفت لنا اياها لا لا هذيك لا لا بس الشيخ ابو تبارك تحياتنا الى حج علي يشرح لنا اللي يلتفت ما يصير التفت ما يصير من انت بعد تلبس المال الحرام ايه وهاي احنا واحد قال له زين اذا بيهم التفتوا لازم ترجع وين ندري بيهم الورا قلت له نرجع على الفار ايه غير هي احنا حاجه لعب عندنا قال مباراه فصار موقف وضحك وهاي يعني تحياتنا لهم بعد اشياء حصريه جديده نريد حصريه واحد راد يشتري بيت ويا واحد ريعن قال له هذا البيت الا اشتري قال لا لا تشتري من الرزق شنو قال له مطعم دكان والله ما من الرزق يعني هي هاي القرفة وهاي هذا واحد اندعم ابنه وجا لقى اخوته ماخذين عطوة اسبوع بابا قال شلون اسبوع هذا الكسر ما نسوي مطين عطوة مو ماخذين اي ما هو اللي اندعم عنده يطع عطوة حتى للتوضيح اي عافية شو اي بعد نبه قال ما شاء الله مو نبه انت النبه لا لا قال له قال له مطين اسبوع قال له بشرفك هذا الكسر مال اسبوع شنو قال له اجازه اخذ له شهر ايش عليه ادري اي فهم هذول اي صح صح اكو بذيات دفك لا تظن هذا دفرته والدفرني امس كضيته دفرته لذيذ السمك بس تكتل زفرته دفرته لا في صابون لا مين شيء جت صبور تعطش يا عافيه موت من العطش اي صدق غرق قلبه على غرق قلبه علي صعب نتله ونتني كيبل الشمات نتله صارت بيع من السبح نتله وظليت بس ساعات اصعب بالها مكرونه اضرب ولتارين ما يفيد بعد لذيذ انت وبد منسيت لثتك ايه وانا بحزن من ورمت لثتك حاكيني شو حط لك فوق لثتك صاص عنبه انت قلقتني والله صاص وعنبه هجرك الم بي الم لوه ايه
وشي يرجع لي قلبك اللي بالاول او صديق راعي اللي بالاول حمال قبل هاي قبل انه والشد اي هذا الموت علي اي صدق ايش كثر عوجان عمك لك عدن ودوم اسلوبك ويا الناس عدن وعلى عين اليتيم عدن السوق سوي الهوسات بصفه اي حلو فهاي مو نظام مكس هذا مكس حلو هو بعد ابو ظهر تموز نار الحب سعرنا ورخيص من الشيء اللي صاير شعرنا سعرنا ظل يطيح من إيه صح سعرنا ما وراثه من الجل الجل هذا الماكس جل جل من الجل يلا الوضع صاير جل حبك مقدس يظل لا تظن دسته إيه بالرغم ما بالقلب حط مو جرح دسته والقل والفك اجى من الحلق دسته تمنيته قلبك يدر بس يا حصرت مدر وخلاني ابكي بحزن والوجه لي مدر رعدته والنبضة غفل والدنيا زخت مدر وحجز لك بالمدر بس ورمت دسته يعني صاحت على وشه طاع على وشه اي خطيه دسته بعد اي قسمته توفيجه اي هذا الناس هي تقول تحب الناس تقول لي انت مثلا الشعر اي صح صح فهذا السهل الممتنع فتشي راسا وبسيط ما تطوله وانا سويت الزنجيل وسويت السهيل وسويت يعني كله الحمد لله والشكر انت مبدع الله يسلمك حبيبي واحنا محبين هاي اللون اللي تقدمه شيء مختلف الحمد لله والشكر ايه. اهم شيء هاي في دول عمرك هسه الفقره القطنيه اي العنقيه وهاي فقرات اليوم ايش عجب بخبصك فقراتكم لذيذه بس شيء موضوع غريب يعني في دول عمرك الله يسلمك انت الالذ والاروع الفقره الاخيره أنا ما أتحمل أبو عليك أضحك لا لا العباس إذا ما بيها هي لا لا الفقرة هاي أسألك كل سؤال تجاوب عليه أسألك كل سؤال تجاوب عليه أنطيك حرف من تكمل تصير عندك أحرف إذا تكمل تعرف الشخصية منه من خلال تجميع الأحرف نبدأ بالسؤال الأول من أين يستخرج الورق؟ من القلم طوز لا تنقهر يمكن من القلمطاز شجر يمكن قلمطاز مش شجرين قبل صار الافندي فيش انا اسمعت هذا حرباء اي خطي الله الباء شنو انت جيت بالالف لو بالباء بصغرك في المدرسة انا إيه؟ وين بالالف بالترك السؤال الثاني من هي ام العباس بن علي عليه السلام ايش اسمها ام البنين ام شلون ام البنين شنو تحكي لا العباس اخو من هي ام العباس ابن علي سلام الله عليه قلت لي عبال اسمه العباس عم الرسول عم النبي اي بس شلون ما نعرف ام البنين انا افرح معها اسمها هي ايش اسمها ام البنين واحنا اللقب ماشي علينا اي صح نفس اسم سيدتنا فاطمة الزهراء اسمها فاطمة سلام الله بنت حزام بنت حزام الكلابية لأن من نسل العرب ولدتها الفحول حتى اي صح فاطمة بنت حزام الكلابية والنعم منها راح نعطيك حرف تدلل هذا حرف نون السؤال الثالث في أي دولة يوجد نهر بردة تونس لا خطأ نهر المجرد بتونس بسوريا بسوريا صح بردة المجرد بردة اي صح بعد برد شر برد حيلك اي برد شر زين من هي مدينة الضباب مو الضباب 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 لندن خرب بيت اي خرب بيت انت مانشستراوي تشيلسي ليفربول يعلم محمد صلاح هاي بلان زحمه يحتب اي يحتب صديق ما هو الكوميت؟ الكوميت عالم هو عالم لكن اللقب شنو معناه؟ الكوميت ابن ذاك كوميت ابن زياد ما لنا علاقة بشخصية والكوميت أيضا عالم عنده كتاب ومؤلفات كثيرة عالم ايه مقارع عنه بس شو وقت هاي احنا مو الاسم معنى الاسم الكوميت؟ نعبر هذا السؤال عجب ما عندك لكن لفائدة المشاهدين الكوميت الأسد ذات اللون البني يعني يدري بيها ايه كوميت هذا خوراس البني ايه
تحب الكاريبي ولا البني؟ الله بني. كاريبي وين؟ صدق كان اسفنج. هذاك يوم جابوا من البصره النويبي يموت النويبي. النويبي؟ ايه النوايب عذب من قلبه وراحا. اذكر اسمين لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. حيدره. ايه بعد ممكن حيدره. واسد الله الغالب. ايه وسيف الله المسلول. ترى كلن عليها هذا طبعا كلن مالاته. لا ندري شلون. ايه العالم ما اسماء كلها او على صدق. شو تقول علي؟ شاوية وغير ابو الحسن. او علي. دا حباب خيبر. ايوه على دا حباب خيبر. عدلي الميتين يمك يا علي. كثرت عليه ايش اليمون. السؤال يقول من هو اول بلد عربي بالتاريخ يصعد نهائيات الى كأس العالم؟ نهائيات؟ ايه اول من هو اول بلد عربي يصعد نهائيات كأس العالم؟ تونس. لا يعني صعد ماكو صعد ما عندنا مو هسه بالتاريخ تصفيات من كان عربي؟ ايه اول منتخب عربي وصل للمونديال هو مصر والجزائر هم هذين منو منو الافريقيات. ايه مصر ذكرت انت هسه مصر. اي مصر مصر لان يعني هو صحيح انت بالتاريخ لان الى بالقديم مع سعبال هسه لا. السؤال الثامن ايش تتوقع؟ اتوقع واحد تاريخي ديني والله ذا تاريخي بس احنا كنا شو اسمه رياضي. ما هي فدك؟ فدك الارض المختصبه لسيدتنا فاطمه الزهراء. صحيح هي الأرض التي اختصبت من الزهراء عليه السلام بعد أن ورثتها أن ورثها لها النبي عليه الصلاة والسلام. هاي قضية ما صار أصحاب السقيفة بعد إن شاء الله ترجع يا هسه جمعهن بقى عندك بس حرف ما عندك شو يصيرن هسه رمز عندنا وهي مرأة حتى أقرب لك إياها. طين القلم هذا اللي عندك اعطيتك إياها انت هيجي ده مطيك شي ما ترجعه مو قلنا نم نخلص خطيه خلاص صفط الاوراق حتى نعطيك نتيجه صفط شلون بالبدايه من الاول من الاحرف اللي اعطيتك اياها وتشوف الشخصيه منو ها بخشينه اكتب لك رسائل مرأة هي انت عدلي حرف نقصك اي بنت عدلي بنت دلي بنت ال ماكو ال ما اعطيتك ال وين ماكو نقص عندك ما جاوب السؤال يعني ها يعني هسه صفطت لازم انت تعرفها من بنت ال شنو الحروف المفقودة مثلا شخصية مرأة بنت ال عدلي أخوها يعني هي مجاهدة شهيدة حديثة أو قديمة يعني ما صار لها بالثمانينات هيجي بنت الهدى بنت الهدى شوف إيه؟ حتى تقول ما يقرأ لا قوي شلون عصبي بالقراية كل شيء أدري بيك أنا ما أتحمل بالسبعينات إيه؟ طبعا بنت الهدى هذه الشخصية الزينبية رحمة الخلود لها والأخوها الشهيد الصدر الشهيد الأول والشهيد الثاني الله يرحم كل شهدائنا وعلمائنا اللي قدموا الغالي والنفيس من أجل إعلاء محمد وراية محمد وآل محمد. أخذت رحيم مطشر رحيم مطشر أخذ 70 من 100 ناجح يعني ناجح تنقبل هندسة قانون بالأهلية يعني مو بال وتارك هاي العدلة أخرى شو أسوي بالحلقة الأخيرة راح نفرز الأشياء نجيب جاسم الأسود النتائج ونشوف منو الأكثر فاز بالدرجات يجوز أنت تكون ضيفنا بالأخير إن شاء الله إن شاء الله راح يمطشر 70% وقعت لك خافي وأنا ما موجود أروح أجيب صمون له هاي تبع وقعت لك أستاذ رحيم سعيد بيك الله يسلمك حبيبي وكن ضيف رائع وأنا استمتعت والمصورين أستاذ سعد أستاذ فاضل والأخوة هنا
اخوتي واحبابي كلهم استمتعوا بيك، وانا متاكد الجمهور راح يستمتع ان شاء الله، لان انت وين ما تكون تحل البسمه والسعاده وما يشبع منك حقيقه والله العظيم. وهذا ديدنا وديدن العراقيين، المهم هم محتاجين هاي الضحكه والابتسامه ان شاء الله. احنا محتاجين حب وفرحه مثل الخبز يتقسم لنا. الله ان شاء الله ان شاء الله يتقسم على الجميع يا رب. وانا كل سعيد ب بقناة الأيام وبوجودك أنت الضيف شيء فدوى العمر، اللي أنت تستاهل كل خير فدوى العمر أستاذ رحيم. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للمخرج اللي خلف مكسر القيادة سعد رحيم، وفاضل عباس معد البرنامج، والمصورين، ولكم محبة المشاهدين. نلتقيكم في حلقة أخرى، حتى ذلك الحين في أمان الله.